مرحبا، أنا المهندس أحمد المجالي، عمري 33 سنة، دارس هندسة كهربائية من الجامعة الهاشمية. طبعا أنا الرئيس التنفيذي للعمليات ومؤسس شركة أيون الأنظمة المصغرة. أيون هي أول منصة لشحن المركبات الكهربائية في الأردن وفي الشرق الأوسط. أيون بتقدم محطات شحن للسيارات الكهربائية وتطبيق للهاتف الذكي حتى يتمكن المستخدم من إيجاد محطات الشحن ومعرفة حالتها وتفعيلها ودفع إلكتروني طبعا عن طريق التطبيق. تجربتي مع أورنج كانت بانضمامي لبرنامج تسريع الأعمال الريادية بيج، اللي هو أحد مشاريع أورنج الرقمية بالموسم الثامن. طبعا كانت تجربة رائعة. بيج قدمت لنا مساعدة بالتشبيك مع مستثمرين وصناديق الاستثمارية بالأردن وتدريب حتى كيف نقدم فكرتنا لهاي الجهات الاستثمارية، تدريب في مجال التسويق والمجال القانوني ومجال مجالات إدارة الشركة والأمور هاي. وهذا الإشي بيساعد أي حدا أي شركة ريادية إنها توسع مجال تفكيرها وتوسع أعمالها أكثر وتسرع نمو أعمال الشركة هاي. طبعا بحب أنصح أي حدا عنده فكرة ريادية أو فكرة جديدة وحاب يسوي منها مشروع، ما ييأس من أول خطأ، يسأل المختصين، يحاول يشوف تجارب غيره وحاول ينضم كمان لبرنامج تسريع أعمال أو حاضنة أعمال حتى تساعده في توجيه هاي الفكرة والشغل عليها، ينشغل عليها أكثر وأحسن. برنامج أورنج لتسريع نمو الأعمال الريادية بيج. يعد بيج أهم برامج أورنج المستدامة لدعم قطاع الريادة وتسريع نمو الأعمال الريادية ضمن مسؤولياتها الاجتماعية، حيث يوفر البرنامج الدعم التقني والفني والإعلامي وفرص التشبيك والمشاركة في الفعاليات المحلية والعالمية. أورنج